يعني بنرحب فيكم جميعا. دائما بنسمع عن مشاريع خدمة مدنية ممكن تساهم بتسهيل حياتنا، ودائما احنا يعني بنشوف انه بعصر السرعة وبعصر التطور دائما بنبحث عن هالمشاريع اللي ممكن تفيدنا وتفيد الناس اللي حوالينا. بينضم لنا كل من امل حوامده وشيماء اقدمات، المشاركين في مشروع الخدمة المدنية واللي هو المظلة الخضراء. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. شيماء رح ابلش من عندك. عم نحكي عن مشروع المظلة الخضراء، هذا المشروع اللي حلو كتير، خلينا نعطي بس هيك نبذة صغيرة لمشاهدينا عنه. هلا هذا مشروع المظلة الخضراء هو مشروع انه على المواقف الباصات نحط خلايا شمسية عشان الناس اللي بتستنى الباصات، الناس المارة بالشارع اللي بيستخدموا الموبايلات والتطبيقات الجديدة، الموبايلات الجديدة والسمارت فونز، يقدروا يشحنوها. وبتسحب بطاريات هاي بتسحب بطاريات، بس هي الموبايلات قد ما تسحب بطاريات مش هالسحب كتير قوي. يعني احنا المشروع اللي بدنا حطينا خلية واحدة او بانل واحدة وهي بتشحن طول الليل، بتقدر تشحن طول الليل. انت بتعرف احنا عايشين بصحراء والشمس 24 ساعة عنا الا بالليل. صح. طيب شيماء وامل، انتوا بلشتوا مع بعض بهاي الفكرة ولا هي الفكرة اجت طبعا من خلال الدورة التاسعة لتطوير الخدمة المدنية اللي بتطرحه كل سنة من خلال صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. هاي الدورة بتستهدف طبعا الموظفين بالقطاع العام وبالقطاع الخاص بهدف انها تنمي روح المبادرة والقيادة. طبعا الاشخاص بهاي الدورة بكل مرحلة بيكونوا 30 شخص من مختلف القطاعات، يعني من كل دائرة ممكن حكومية أو غير حكومية بيكون موجود شخص، بيتلقوا تدريب على 3 مراحل. بكل مرحلة طبعا بيضيف لخبراتهم القيادية وكيف أنهم يتواصلوا وكيف أنهم بالنهاية لازم متطلباتها أنه يكون في مشروع بيخدم المجتمع. يعني ما بنقدر نتخرج من هاي الدورة إلا إذا في قدمنا مشروع يخدم المجتمع. انهينا فيز 1 فيز 2 واحنا بنطور الان فيز 3. طبعا فيز 2 الحمد لله تكللت، يعني نهايتها بمشروع المظلة الخضراء تحدثت عنه شيماء. بهذا المشروع احنا 6 اشخاص، حكيت لك احنا 30 مشارك بالدوره، في عندنا 5 مجموعات كل حدا حيعمل مشروع، فهي بالتالي بتعود على المجتمع بالفعل بشيء جميل باشياء حلوه. طب طبيعه اعمالكم اصلا ايش بتشتغلوا؟ يعني احنا من كل قطر اغنيه معشان هيك. يعني في عندنا رائد احمد ابو عين، رائد من بالامن العام سكان اربد، عندنا امل حوامده سكان جرش مديره مدرسه، في دكتوره فداء في كفوين، مهندسه بوزاره الاتصالات، مهندسه حياه مشعله بهيئه الانتخابات، هيئه المستقله للانتخابات، وعندنا بالليل الهندي بوزاره تطوير القطاع العام، وانا بالبنك المركزي من كل مكان احنا موجودين. طيب ولما طلعتوا بهاي الفكره او فكرتوا مع بعض، يعني شفتوا انتم انكم بدكم تسهلوا حياه الناس او حسيتوا انه في مشكله معينه بدكم تحلوها؟ يعني احنا بدايه الفكره كانت انه شيء بيخدم المجتمع وشيء انه ما بده يكون بده موارد كثير كبيره، انت بتعرف تكلفه عاليه. احنا عندنا الموارد شوي شحيحه، حتى الماديه موارد صعبه، فاحنا فعليا مشينا على الموارد البشريه، اشتغلنا عليها وطلعنا بفكره انه تفيد المجتمع، تزيد توعيته على الطاقه المتجدده، تصير تنتشر هاي الفكره. ولا قدام مش بس نوقف على شغله انه شحن موبايلات، لا قدام الشركات او القطاع الخاص بس يتبنى هاي الفكره، بصير انه ممكن تصير فيها اناره في الباص ستوبس بالشوارع، اناره على الطاقه المتجدده، بصير كمان ممكن يصير شحن السيارات اللي عم تنتشر، سيارات الكهرباء، يصير يكون في الباركينجز موجوده شحن مجانا عن طريق الطاقه المتجدده، بيئه نظيفه ما فيها تكلفة، بتوفر. طيب هلا انا كمان من قراءتي على المعلومات عنكم وعن المشروع، انا سمعت انه هو بلش المشروع وموجود بشارع زهران. نعم، الدوار الثالث. بلش بالدوار الثالث. طيب لاقين اقبال للناس عليه؟ عم تاخذوا ردود فعل؟ كثير، يعني من مواقع التواصل الاجتماعي حتى صار في تغطيه اعلاميه من خلال هاي التلفزيون الاردني، من خلال اكثر من محطه اذاعه، فصار ينتشر، ولما بنتابع فعليا الناس عم تستخدمه كثير مبسوطه بالاستخدام. طبيعي احنا بدنا
نحكي هون ذكرنا احنا القطاعات الست المشاركين بالبرنامج، شوف التوليفه كيف كانت، يعني احنا معناها بنقدر نتواصل مع بعض صح. كقطاع عام قطاع خاص وننتج شيء للمجتمع، وهي احد افكار البرنامج. طبعا البرنامج حكينا انه هو بيطرحه صندوق الملك عبد الله للتنميه بالتعاون مع الاي دي جي البريطانيه انترناشونال ديفلوبمنت عفوا انسبريشن ديفلوبمنت ببريطانيا. ف الانتشار له راح يكون ان شاء الله اكيد موسع، انه يكون باكثر من مكان على مستوى المملكه، انه الشخص انه وين ما كان يكون في فعليا اماكن للشحن، وكثير الناس مبسوطه. وهو بالبدايه كان يعني انتشاره في اماكن فعليا الناس عم ترتادها، يعني احنا شفنا الموقع عند الدوار الثالث الناس فعلا عم يرتادوا. هلا الموقع عند الدوار الثالث، الموقع عند الدوار الثالث هلا حاليا بالضبط عند الدوار الثالث. انا لازم انتبه، لا انا كل يوم بمرق من هناك، بس لا يعني هي امانه عمان وفرت المظله على اساس انهم يختاروا مواقع ثانيه، يعني احنا كمان القطاعات السته بالاضافه لامانه عمان، يعني كان شغلنا مع امانه عمان. انا سمعت ايضا دكتور يوسف شوارب من عمان يعني عم بيحكي ايضا عن هذا المشروع ومتحمس جدا، لانه احنا بنشوف قديش امانه عمان في الفتره الاخيره عم تكون متحمسه للمشاريع. ساعدونا كثير، مشكورين، ووفروا لنا المظله ووفروا لنا كمان الحدادين، وكان هذا كله شغل مجانا، بس انه طبقوا المشروع خليه ينتشر، فكانوا كثير متحمسين وكثير بيساعدونا. وهلا هل انتم اكيد عندكم طلبات للقطاع الخاص ليتعاونوا معكم بهذا المشروع؟ لانه يعني احنا بنعرف انه على الرغم من انه تكلفته بلشتوا بشيء بسيط او شيء هيك، لكن احنا تطوير المشروع ايضا رح يحتاج لراس مال ورح يحتاج لهذا الشيء صح؟ مظبوط. وهنا هلا حاليا عم نتواصل مع القطاع الخاص، وان شاء الله بعد ما نخلص المرحله الثالثه، لانه هي هلا حتكون سفره على بريطانيا بكليه ساندهيرست، بس نرجع عاملين كم اجتماع مع كم شركه من القطاع الخاص عشان نحكي في هذا الموضوع. رح تروحوا على ساندهيرست ليش؟ عشان تمشوا على الفيز الثالث، التدريب الثالث. يعني هي البرنامج كله عباره عن اكتشاف للذات، انه كيف الواحد ينمي مهاراته، يشوف شو قوه الضعف عنده، شو مصادر الضعف، وشو مصادر القوة اللي عنده، المصادر الضعف يشتغل عليها ومصادر القوة يركز عليها. فهي ثلاث مراحل، أول مرحلتين خلصناها بعمان، والمرحلة الثالثة إن شاء الله حتكون بساندهيرست. ما شاء الله عليكم. ويعني من 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 العمل المشترك اللي كان بيناتكم، وعم نشوف إنه كلكم فعلا من قطاعات مختلفة، استفدتوا من بعض، تعلمتوا من بعض، إيش أكثر إيش استفدتوا من هذا؟ هي يعني يمكن أكثر إيجابية فعلا إنه إحنا اكتشفنا إنه بنقدر نتواصل مع بعض، يعني عدم أخذ بالأيام العادية. أنت بتحكي شو ده دخل وزارة التربية أو مديرة مدرسة في جرش فعلا مع موظفة في البنك المركزي صراحة، بس بالنهاية إحنا من خلال الدورة هاي اكتشفنا انه احنا بنقدر نتواصل، بنقدر ننتج للمجتمع حتى على الرغم من بعد المسافات. هلا التكنولوجيا ما خلت، يعني انا مع شيماء، انا مع المشاركين الاخرين بالدوره، قدرنا ان نتجمع فعلا باكثر من اجتماع بشكل دوري او كمان من خلال السوشيال ميديا. يعني كثير استفدنا من هاي القضيه وطلعنا شيء فعليا مفيد للمجتمع فعلا. واحنا يعني ان شاء الله نتمنى هذا المشروع يستمر ويتطور، لانه بيعود لفائده مجتمعيه. واحنا دائما هذا الشيء اللي بنحكيه، مشاريع زيكم تلها الناس تانيين كمان يشتغلوا بهذا الموضوع. هو بالصندوق كتير يعني مهتمين بفكرة نشر المبادرات، يعني صح. حتى هي التكلفة البسيطة اللي حكينا عنها هي تكلفة كانت من قبل الصندوق، إنه بس مشان ينتج المشروع ويكون على أرض الواقع. هلأ للاستمرارية لاحقا بده يتم التواصل، شافوا الناس والشركات الخاصة الكبيرة اللي بالأردن شافت إنه هذا الإشي عم يطبق لأول مرة بالأردن، إحنا عنا إياها بجوز موجودة بدول تانية، شافته موجود على أرض الواقع. هلأ الاستمرارية بدها تكون عاد من خلال القطاع الخاص عندنا، من خلال الشركات، فهي الدفعة من خلال الصندوق، والاستمرارية إن شاء الله رح نستمر فيها بالتواصل مع الشركات التانية، وبالنهاية هو أكيد غير ربحي ويعود للمجتمع بشيء جميل. هلا أنتوا كله هذا 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 المشروع غير ربحي، ما رح يعود لكم؟ لا طبعا. لقلنا إحنا لا ما حيعود، بس هو إذا انتشر الموضوع حيكون في جزء منه يجيب دخل. إذا انتشرت شغلة المواقف البساط يصير نحط عليها إعلانات، هذا كله بيعمل دخل بسيط يعني، بس بيعمل دخل، يعني مش شيء غير ربحي تماما. الرئيسي من طبعا أكيد 100%. يعني عموما أنا بدي أشكركم شكر جزيل، شيماء إقديمات وأمل حوامدة، سعيدين جدا بهذا التعاون وبهذا العمل، وإن شاء الله يعني نسمع عنكم أنه انتشر مش بس بعمان ولكن بكافة محافظات المملكة. وإحنا بنشكرك كمان وبنشكركم مؤسسة
مؤسساتنا كمان اللي دعمتنا، وأنا بالأخص بشكر البنك المركزي اللي دعمني بطول الطريق، إنه لولاهم ما كان وصلت لهذا المكان. برافو، شكرا. برضو كمان أنا مثل شيء ما بحب أشكر وزارة التربية والتعليم اللي رشحوني لهذه الدورة، وبشكر مدير التربية والتعليم جرش كمان، لأنهم كتير كانوا متساعدين. مو سهل انه يعني افكار جديده تتطبق ونطلع ونروح ونجي، بالعكس كانوا كثير داعمين لنا. وبنشكر كثير التلفزيون الاردني لانه استضافنا اليوم. يسعدكم، اهلا وسهلا فيكم، نورتونا وشرفتونا. شكرا لك، اهلا فيكم. فاصل ونعود لنستهل ما تبقى من فقرات.